كيفية الدخول وتصفح المقرر الدراسي في نظام إدارة التعلم Blackboard. يمكنك الوصول إلى المقررات الدراسية الخاصة بك عن طريق الخطوات التالية. في الصفحة الرئيسية هناك نافذة المقررات الدراسية، وهي توضح المقررات المتاح لك دراستها على النظام. قم باختيار إحدى المقررات من تلك القائمة لتظهر صفحة المقرر، ومن ثم يتم اختيار المحتوى من محتويات قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة. عند فتح صفحة المحتوى تظهر لك الملفات والدروس والواجبات والاختبارات الخاصة بهذا المقرر. عند الضغط على أي منها تنتقل مباشرة لتصفحه.